بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، أسعد الله أوقاتكم. أقدم لكم في هذا اليوم المحاضرة رقم 17 من السلسلة المصورة لمادة Numerical Analysis، التحليل العددي، والتي سأستكمل فيها موضوع الانتربوليشن. وبعد أن قمنا بإعطاء اللاجرانج ميثود، اليوم سنبدأ بإعطاء نيوتنز ديفايدد ديفرنس ميثود، وهي طريقة أخرى من طرق الانتربوليشن. وستكون هذا الموضوع على محاضرتين في اليوم، نعطي محاضرة، والمحاضرة القادمة نستكمل فيها بمثال آخر، موضوع نيوتنز ديفايدد ديفرنس. راجيا المتابعة والاهتمام، متمنيا لكم جميعا كل التوفيق. الآن أعزائي الطلبة، ذكرنا في محاضرة سابقة عندما بدأنا شرح الانتربوليشن، حكينا أنه في عندنا أكثر من طريقة لإيجاد وتنفيذ الانتربوليشن. من هذه الميثودز لاجرانج ميثود ونيوتنز ديفايد ديفرنس ميثود ونيفلز ميثود، واحنا انهينا في المحاضرات السابقة موضوع لاجرانج ميثود. واليوم ان شاء الله بدنا ناخذ اللي هو نيوتنز ديفايد ديفرنس ميثود. فاذا نحن اليوم هذه الطريقة اللي رايحين نقوم بشرحها، وهي طريقة برضو يعني ليست معقدة، وإنما طريقة تشبه إلى حد ما طريقة لاجرانج، عمليات حسابات وتعويض. الآن سنبدأ بشرح النيوتنز ديفايدد ديفرنس ميثود. الآن أعزائي الطلبة، نيوتنز ديفايدد difference. Given the value of the function f of x at n plus 1 data points. نفس الكلام اللي حكيناه يوم حكينا لاجرانج. يعني لو عندي مجموعة من النقاط تبدأ من x 0 إلى x n، معناها راح يكون في عندي n plus 1 data points. طبعا بده يعطيني قيمة ال x ومقابلها ال f of x. Then the Newton's divided difference binomial px is given by. إذا بترجع إلى سلايد الخاص أو الفيديو اللي خاص بلاجرانج، الكلام هذا نفسه كله مكتوب. والآن ال b of x، الآن هذه معادلة تخص النيوتنز ديفايدد ديفرنس ميثود، ولاجرانج له معادلة خاصة فيه، بس كلاهما الطريقتين بالأخير بيطلعوا لنا البرونوميال فانكشن اللي هو هذا عبارة عن ابروكسيميشن للاف اوف اكس. فهاي المعادلة أنا حاولت هنا أرتب لك إياها بطريقة بحيث يسهل عليك حفظها، تساوي F capital، ها F capital X node، بعدين F capital بدنا ناخذ ال X node و X1، يعني ال X node والقيم اللي بعديها، طبعا بدي أضربهم الآن، X ناقص X node. لاحظ هاي ال X اللي أنا لونتها بالأسود، هاي تبقى كما هي، وهي التي تظهر في المعادلة النهائية. بس اخلص الكلام هذا، بعديها الان f capital x node x1 x2، يعني بدي اخذ النقطه الاولى والثانيه والثالثه. الان بدي اضرب x ناقص x node في x ناقص x1. لاحظ ال x2 هون تظهر هنا ولكنها لا تظهر هنا. لاحظ هنا الـ x1 تظهر هنا ولا تظهر في هذا المكان. لاحظ الـ x0 ظهرت هنا ولم تظهر هنا.
الآن بنكمل، الآن بنكمل f x 0 x 1 x 2 x 3. هلا الطالب ممكن يسألني شو دكتور معنى الاف كابيتال. هلا بعد شوي راح نجاوبك. هذول هم الديفايدد ديفرنسز. الآن بدي أضرب الكلام هذا كله لهذا الحد، هذا بالأخير راح يطلع محله رقم، محله رقم كامل. بدي أضربه x ناقص x نود أو x 0 مضروب في x ناقص x 1 مضروب في x ناقص x 2، واستثنينا ال x 3. لو بدي أكمل، بدي أكمل أكثر من هيك، بقول f capital x 0 كما x 1 كما x 2 كما x 3 كما x 4 مضروب في x ناقص x 0 ضرب x ناقص x 1 ضرب x ناقص x 2 ضرب x ناقص x 3 وبستثني ال x 4. فالآن ترتيبهم بهذه الطريقة الهرمية ممكن يساعدك على حفظ هذا القانون. شوف كيف الترتيب الهرمي رتبت لك يا أنا. فإذا هذا هو قانون لنيوتنز ديفايدد ديفرنس. الآن بدنا نتعرف بعد قليل ماذا نعني بالاف اكس 0، ماذا نعني بالاف اكس 0 كما اكس 1 وهكذا، اللي هم دول سميناهم الديفايدد ديفرنسز. الآن بدنا نتعرف على طريقة حساب الديفايدد ديفرنسز. طبعا لاحظ الآن داخل هاي البريسز، إذا كان عندي نقطة واحدة فقط F capital X مثلا 0 X 1 X كذا، هذا يسمى zeroth divided difference. الآن لو بدي أعمل التابل اللي دائما احنا بالعادة بنشتغل فيه، هاي التابل طبعا عندي هون دائما X of I وهنا F الاكس الاي، فهذا يسمى اكس 0، هذا يسمى اكس 1، هذا يسمى اكس 2 وهكذا. والقيمة اللي بتقابلها اف اكس 0 واف اكس 1 اف اكس 2 وهكذا. الآن إذا بنطلع اللي هو zeroth divided difference، يعني بنطلع f capital ل x 0، يقول لك في القانون f capital x 0 هو نفسه ال f السمول اللي معطيني اياها في التابل، فهاي نفسها f x 0 مباشر، يعني باخذها من التابل. الان اف كابيتال للاكس 1، اسف الاقواس لازم تكون سكوير براكتس هكذا هنا، يساوي اف سمول للاكس 1 F. مثلا لو في عندي X 5 مثلا تساوي F ال X 5 وهكذا. فإذا هي في النهاية، في النهاية F capital ل X of I، طبعا ولا I قد تكون 0 1 2 3 4 5 معك لأن، تساوي هي F small من ال x of i، وهاي طبعا كل ال f small دائما هي بتكون من الجدول، وهذا يسمى zeroth divided difference. الآن إذا بتلاحظ الآن خلصنا من هاي، إذا هاي بنسميها
زيروث ديفايدد ديفرنس فور اكس زيرو. هلا اذا اصبح عندي نقطتين هنا اكس 0 واكس 1، هذا الان دخلنا بالفيرست ديفايد ديفرنس، فيرست بنسميه. اذا ثلاث نقاط بنسميه سكند، دخلنا في السكند ديفايد ديفرنس. اذا عندي اربع نقاط دخلنا بالثيرد ديفايد ديفرنس. اوكي، هذا هو اللي بدنا نعرفه. فالآن عندي هنا، الآن هنا الفيرست ديفايدد ديفرنس بيتم بين نقطتين، هاي نقطة والنقطة التي تليها دائما، يعني بين النقطة والنقطة اللي جاية بعدها، هيك بيكون شغل نيوتن. هاي تساوي اف اكس اي بلس 1، طبعا اف كابيتال يعني النقطة، النقطة رقم 2، يعني لو سمينا هاي A وسمينا هاي B فهي F ال P ناقص F ال A على P ناقص A. يعني مثلا example، أنا قلت لك بدنا نطلع F capital ل اكس 3 كوما اكس 4. هذا الان يسمى فيرست ديفايدد ديفرنس للاكس 3 والاكس 4، يساوي اف الاكس 4 ناقص اف ال x 3. انتبه كيف انا بكتب القوس على x 4 ناقص x 3. طبعا وين جواب هاي؟ هاي f x 4 لحالها اللي هي نفسها ال f small لل x 4، والجواب هاي برضو هي نفسها ال f small لل x 3. يعني هاي راح ألقاها في الجدول في التيبل، وهاي سأجدها في التيبل. هذا الآن يسمى الفيرست ديفايدد ديفرنس. الآن نأتي إلى السكند ديفايدد ديفرنس. سكند ديفايدد ديفرنس، حكينا بالسكند ديفايدد ديفرنس لازم طبعا اف كابيتال، ولازم ياتي بين السكوير براكتس ثلاث نقاط، ثلاث نقاط هاي اكس اي، والنقطه اللي بعديها يعني قيمه اكس اللي بعديها وقيمه اكس اللي نيكست. يعني مثلا اف مثلا x 1، طبعا القيمة التي تأتي بعد x 1 هي دائما x 2، الترتيب هنا مهم، وهنا x 3. الآن القانون يقول ما يلي، بدك تأخذ f capital وبتبدأ من النقطة الثانية للأخير، هاي xi plus 1 xi plus 2، يعني النقطة الثانية والتي تليها، ناقص ناقص. الآن تأتي وتأخذ النقطة الأولى مع النقطة الثانية، لاحظ F capital
xi و xi plus 1. xi هي النقطة الأولى و xi plus 1 النقطة التالية، والآن هنا النقطة التالية والنقطة التي تلي التالية. طبعا تقسيم النقطة لك آخر واحدة هاي ناقص الأولى. لاحظ هون أخذنا آخر قيمة ناقص أول قيمة. الآن لو بدي أكتب الكلام هذا هون بقول يساوي، أولا ببدأ بالنقطة هاي مع بعض، فبقول أنا هنا F كابيتال لمين؟ لا إكس اثنين كوما إكس ثلاث ناقص. الآن بدي أكمل هون، فباجي بأخذ الآن النقطة الأولى مع الثانية. لاحظ النقطة الثانية اشتركت بين الجوابين، فالآن F كابيتال لا X1 كوما X3 آسف X2 X2 هكذا. الآن بدي أقسم. التقسيم بتم آخر قيمة between the square brackets ناقص أول قيمة، فهي x3 ناقص x1. والآن ممكن برضو إذا بدك تكمل بتطلع الثيرد ديفايد الديفرنس الفورث كذا. الآن خلينا ناخذها بشكل عام اللي هي الكيث ديفايدد ديفرنس. يعني عندما أقول كيث ديفايد ديفرنس معناها عندي هنا كي بلس 1 من النقاط. فطلع هون بلشناها من اي وحطينا هنا اي بلس كي. الآن بالقانون هون بناخذ اول شيء نبدا من النقطه الثانيه للاخير. لاحظ حطينا اكس اي بلس 1 ضلينا ماشيين لعند اكس اي بلس كي. اما الان بالنسبه ناقص كذا، فهذا الان من هون راح نظل ماشيين الى ما قبل الاخير لهون. فبدأنا من xi ووصلنا بالأخير xi plus k ناقص واحد، يعني ناقص واحد اللي هو العنصر ما قبل الأخير. الآن التقسيم آخر قيمة ل x xi plus k ناقص أول قيمة، وهكذا بيتم العمل بكل سهولة وبكل يسر. والآن إن شاء الله مع الأرقام رايحين نشوف كيف نفهم هذه القوانين. الآن عزيزي الطالب، أسهل شيء عشان تحل أي سؤال باستخدام نيوتنز ديفايدد ديفرنس إنك تنشئ شيء إحنا بنسميه ديفايدد ديفرنس تيبل، يعني بحيث نلخص فيه كل اللي حكيناهم قبل قليل. اتطلع بتعمل تيبل كما ترى الآن على الشاشة. طبعا هذا أول عمود بتحط فيه قيم الإكس اللي معاك أصلا في السؤال اللي هم إكس 0 إكس 1 إكس 2 إكس 3. الآن العمود الثاني اللي هو بنسميه إحنا الزيروث ديفايدد ديفرنس، لاحظ هنا بس فقط قيمة واحدة اللي هو نفسه راح يكون الاف سمول، يعني هو نفسه الاف اوف اكس او الاف
للاكس 0 والاكس 1 اللي معاك في التابل. اذا العمود الاول والعمود الثاني هم اصلا معطاه لك في التابل هذا. الان بدك الان تبدا تشكل الان الفيرست ديفايدد ديفرنس. بنشكل الفيرست ديفايدد ديفرنس. شوف نيجي على هاي الاولى. طبعا الاولى بده يكون فيها نقطتين، كيف بجيبهم؟ باخذ النقطه هاي اللي هي الاكس 0 وادمج معها هذه النقطه. فلاحظ الان هون اخذنا الاكس 0 والاكس 1 حطيناهم هون مع بعض، هذا الان بنسميه الان الفيرست ديفايدد ديفرنس. لاحظ انا حاط لك هون اف كابيتال وحاط فاصله، يعني هون في عندك شيء وهنا شيء، يعني هنا اكس وهنا اكس. الان بدي اشكل هاي الاف، هاي شو بدي احط فيها في الداخل؟ بجيب اول شيء هاي اللي هون، اطلع اكس 1، بدي القيمه الثانيه باخذها من هذا المكان. فإذا أخذنا x1 من القيمة الموازية أو المقابلة والـ x2 من القيمة التالية. بدنا الآن نعبي القيمة هاي، كيف بدنا نعبيها؟ بدنا نأخذ من هون ومن هون. طبعا القيمة هاي لا تعبى نهائيا، ليش؟ لأنها بتأخذ من هون واللي بعديها. لو كان في عندي x4 هون بعبيها، بس انا الان في التيبل هون افترضت انه عندي بس فقط من اكس 0 ل اكس 3. الان بدنا نعبي هاي، هاي بنجيب هاي اللي هون اللي هم اكس 0 واكس 1، بنحطهم هون اكس 0 واكس 1، وبدنا نجيب هاي، هاي شو فيها؟ اكس 1 واكس 2. ان اصبح عندي اكس 0 x1 x1 x2، بس ال x1 مكررة مرتين نذكرها مرة واحدة، وهذا هو قبل شوي اللي حكيناه يوم طلعنا ال second divided difference. الآن بدنا لهاي بنطلع هاي، بدنا نجيب أول شيء ال x1 وال x2 نضعهم هنا وندمج معهم ال x2 وال x3، فيصبح عندي x1 x2 x3. طبعا هون ما بقدرش اعمل شيء انه اصلا ما عنديش قيمه هون. فلاحظ كيف الترتيب الجدول هذا. الان العمود يسمى اللي هو second divided difference، انه عندي هنا قيمه ل x وهنا في قيمه ل x وهنا قيمه ل x، ثلاث قيم ل x. الان بدنا ننتقل لل third divided difference. شوف مدام اخر اندكس لاكس 3، معناها بدك توصل هون للثيرد ديفايدد ديفرنس. لو كان في عندي اكس 4، يعني قيمه خامسه هون معناها اكس 4، لازم اعمل عمود لمين؟ للفورث ديفايدد ديفرنس. الثيرد ديفايدد ديفرنس كم قيمه بده يكون فيه؟ بدك تغطي فيه واحده ثنتين ثلاثه اربعه، يعني غطينا فيه القيم الأولى والثانية والثالثة والرابعة. فالآن هاي كيف بدنا نجيبها؟ ناخذ أول شيء هاي اللي هم الـ x0 x1 x2، هاي محطيناهم هون x0 x1 x2. الآن بكمل بجيب من الأسفل من هون، طبعا x1 وضعت x2 وضعت، فالآن بضع بس فقط الـ x3. شوف مدام الان وصلنا انه جميع القيم اللي في الاكس ظهرت معي في الاف كابيتال، معناها الان خلاص التيبل تم تعبئته، والان فقط بدنا نعوض في المعادلة. الان اعزائي الطلبة، كي نستوعب ما تم شرحه ثيوريتيكال نظريا من قوانين سابقة، الآن سنقوم بحل مثال رقمي
بالتفصيل من A to Z. الآن يقول السؤال find the second degree. Second degree يعني الآن يطلب مني معادلة من الدرجة الثانية، يعني لازم يظهر فيها إكس تربيع. نيوتنز interpolating polynomial for the following data. الآن بده يعطيني الداتا اللي بدي أحل فيها، وحكينا دائما في الانتربوليشن لابد من وجود تيبل موجود فيه داتا، وإذا التيبل كان غير موجود بده يكون معطيني في السؤال f of x ومن خلالها بنطلع التيبل اللي بدنا إياه. طبعا هاي 0 هاي 1 هاي ناقص 1 هاي بنسميها الآن هي x، x الزيرو، هذه x الوان، هذه x التو. إذا كما قلنا سابقا عندما نقول second degree معناها نحتاج إلى 3 نقاط، والإندكس للنقطة الأخيرة هو 2 اللي هو second، وهاي طبعا هاي هي f لل x زيرو، وهنا f ال x 1، والسالب 15 هي f للإكس 2. الآن السؤال جاهز، الداتا جاهزة. الآن بدنا نجيب قانون نيوتنز اللي خاص في الانتربوليشن. القانون الآن اللي هو بي اوف إكس تساوي، شوف ألاحظ معي ملاحظة، أنا هون فقط أخذت هذا الجزء، أنا بظني أكتب في القانون لحد ما الأف كابيتال وبتوين السكوير براكتس تغطي القيم، طلع يوم كتبنا أف إكس زيرو أول إشي هون أف إكس زيرو، هل القيم غطيناها؟ لا، ظل عندي إكس 1 وإكس 2، انتقلنا على اللي بعدها بلس أف إكس زيرو إكس 1 هون، هل غطينا كل القيم؟ نقول لا. الآن بعدين كملنا بلس F كابيتال X0 X1 X2، هل غطينا كل القيم؟ نعم. إذا القانون يقف إلى هنا، لو في عندي قيم أخرى بكبر القانون. إذا هذا هو الآن قانون نيوتنز ديفايد ديفرنس انتربوليشن حتى نطلع البولينوميال. طبعا ال X0 اللي هي في السؤال 0، ال x 0 0 وال x 1 1، الآن فقط بدنا نطلع هذه القيم. حكينا أسهل شيء إنه نعمل تيبل لهذا الموضوع. دائما أي سؤال بيجيك على نيوتنز ديفايدد ديفرنس انتربوليشن ميثود، اعمل the divided difference table عشان تسهل عليك الحل. فالآن في الشاشة القادمة سنقوم بإنشاء هذا التابل، تابع معي. الآن أعزائي الطلبة سنقوم بإنشاء الـ divided difference table للسؤال، وهذا يسهل علي الحل كثير جدا. هاي الداتا اللي بين إيدي، طبعا هاي x0 زي ما حكينا، وهاي x1 وهاي x2 وهاي الاف للx0 وهذا f للx1 وهذا f للx2. الان بالنسبة للروز كم صف بدي؟ بدي لكل x بدي صف، x0 لها رو، x1 لها رو، x2 لها رو. الآن الأعمدة برضو عددهم يساوي عدد الفاريابلز، أي عمود الأول، عمود الثاني، العمود الأول، الثاني، الثالث، أو بنسميه الأول اللي هو zeroth divided difference، first divided difference، second divided difference. إذا عدد الصفوف يساوي عدد الأعمدة، وتنساش انه في عندنا عمود الزائد، هذا اول واحد اللي هو خاص في قيم اكس. لو كان في عندي هنا اربع قيم بده يكون في عندي اربع روز، طبعا انا بحكي للداتا،
وفي عندي أربع أعمدة، غير طبعا الروز اللي خاصة في التايتلز والهيدرز والعمود اللي خاص في الاكسس. الآن أول ستيب بدي أعمله، بدي أعبي الزيروث ديفايدد ديفرنس. إذا بترجع للسلايدات اللي قبل قليل، الاف اكس زيرو، يعني اف كابيتال اكس زيرو، هي نفسها الاف سمول. فالآن اف للاكس اي يساوي اف سمول للاكس اي. يعني اف كابيتال اكس زيرو هي نفسها، فالآن هذه القيمة تنتقل لهنا كما هي، ناقص 5 والناقص 3 تنتقل لهنا والناقص 15 تنتقل إلى هنا. هاي الآن عبينا وعملنا فيلينج للزيروث ديفايد ديفرنس كولوم without any calculations، عبيناهم بدون ما أقوم بأي عملية حسابية، عملية كوبي بس من الجدول اللي في السؤال إلى الجدول اللي بشتغل فيه. الآن بدي أنتقل لهاي اللي هون، بدي أعبي هاي. طبعا دائما بتعبي عمود عمود، ما بصير تعبي رورو، وهلا راح نشوف ليش. اذا الان هاي عبينا هون، جهزنا نعبي هاي. طبعا هاي اف اكس زيرو هاي اصلا منين جيتنا؟ هاي من هون، اخذنا هاي مع هاي. طبعا هاي حسابها له قانون، اف كابيتال، ارجع للقوانين، الفيرست ديفايد ديفرنس كيف بنحسب، وكلهم بنحسب نفس الطريقة، يساوي اف كابيتال ل اكس 1 ناقص اف كابيتال ل اكس 0 على اكس 1 ناقص اكس الزيرو. هلا اف كابيتال اكس 1 اللي هي هاي، هذه القيمة اللي هي ناقص 3 ناقص اف كابيتال اكس 0 اللي هي هذه القيمة، طبعا بتصير زائد 5 على اكس 1. اكس 1 هذا هو اكس 1 اللي هو الواحد، ناقص اكس زيرو اللي هي هذه الزيرو، ناقص 3 زائد 5 2، ويساوي الجواب 2. إذن الآن نكتب هنا 2. الآن ننتقل لحساب اف كابيتال اكس 1 اكس 2 بنفس الطريقة بنفس الأسلوب. لاحظ معي ملاحظة، هاي الاثنين أصبحت في مكانها. الآن بنعبي هاي. هاي طبعا هاي أصلا هي تم عملية ميرج بتوين اف اكس 1 هون مع اف اكس 2. الآن اف كابيتال ل اكس 1 كوما اكس 2 يساوي اف كابيتال لل اكس 2 ناقص اف كابيتال لل اكس 1 تقسيم اكس 2 ناقص اكس 1. هذا هو قانون الفيرست ديفايدد ديفرنس. الآن ويساوي اف كابيتال اكس 2 هذه القيمة، ناقص هذه القيمة بيصير زائد 3. الآن اكس 2 هذه القيمة وهذه اكس 1،
يعني ناقص واحد ناقص واحد ويساوي ناقص 15 زائد 3 ناقص 12 على ناقص 2، الجواب 6. إذن الآن هنا نكتب 6. لاحظ الآن هون ما في شيء أعبيه، ليش؟ لأنه لو في شيء بده يكون بده ياخذ ال FX2 مع ال FX3، وال FX3 في الجدول هذا غير موجودة. الآن ننتقل لتعبئة ال Second Divided Difference. طيب سنقوم بتعبئة آخر قيمة اللي هي Second Divided Difference، هذه القيمة. فالآن حسابها f x 0 كما x 1 كما x 2. هلا اعتبر حالي أنا القانون مش حافظه، كيف بدي أطلعه؟ منيجي هاي أصلا، هاي أصلا كيف طلعناها؟ أخذنا هاي وأخذنا هاي مع بعض، دمجنا هاي مع هاي. إذا الآن بدون ما أحفظ القانون، هاي الآن عبارة عن هاي ناقص هذه. فالآن بقول هنا f x1 كما x2 ناقص f x 0 كوما x 1 على الآن، على الآن الآخر قيمة عندي بدي إياها على، وأول قيمة اللي هي x 2 ناقص x 0 الآن، ويساوي طبعا f x 1 x 2 اللي هي 6 ناقص f x 0 x 1 اللي هي 2، x 2 هي في الجدول ناقص 1 ناقص x 0 اللي هي 0، فبصير الجواب 6 ناقص 2 4 ناقص 1، إذن هو ناقص 4. إذن هنا الجواب ناقص 4. هاي الآن أنهينا الآن تعبئة الجدول بكل سهولة. الآن بدي أرجع للقانون وأقوم بعملية التعويض. الأعجلة الطالب هذا الآن التيبل تم إنجازه كامل، هاي الآن أمامك، وهاي الآن قانون نيوتن. الآن fx0 هي معي بينت، fx01 هيها، وهذا طبعا الآن في التعويض بتلاحظ بدي أعوض فقط، بس بدي أعوض الأشياء اللي هي في الرول الأول. فالآن التعويض بيتم كما يلي، هاي ناقص 5 توضع هنا محل fx0، وبعدين الاثنين توضع محل fx0 x1، وبعدين الناقص 4 توضع محل هذه القيمة. طبعا هذه القيم البقية هاي فقط هي ساعدتنا باستخراج القيم اللي في الصف الأول. طبعا أنظل بدي x0 x1، هاي طبعا الصفر بحطها محل x0 هون و x0 هون، وال x1 اللي هي قيمتها الواحد توضع هنا. فالآن هاي الآن كل شيء في المعادلة أصبح جاهزان، عمليات فقط تعويض كل شيء في مكانه. الآن هاي أنا الآن عوضت وطلع معاك، طلع معانا هذا الشكل، يعني السلايد السابق، بس بعد ما عوضنا كل إشي في مكانه الآن تقوم في عملية الضرب هذا اللي في الأعلى كبرونوميال، بطلع معاك الجواب هذا هو. إذن هنا انتهى الحل، وهذا هو الآن الـ interpolation polynomial، هاي طلعنا b of x للتيبل اللي كان في السؤال. عشان نتأكد إنه حلنا صحيح، خلنا نعوض، خلنا نشوف الآن b of 0 كم تساوي هون.
طبعا 0 زائد 0 ناقص 5. صحيح. خلينا نشوف الآن بي اوف الوان، عوض بي اوف 1 ناقص 4 واحد تربيع، إذا هي ناقص 4، وبعدين عندي ناقص زائد 6، 6 في 1، وبعدين ناقص 5. طبعا ناقص 4 زائد، في خطأ هون، كأنه ناقص 4 زائد 6 ناقص 5، نعم يساوي ناقص 3. بي للناقص 1 ناقص 4، هو ناقص 4، بعدين ناقص 6 ناقص 5، بيطلع الجواب ناقص 15. إلى هنا أعزائي الطلبة أنهي هذه المحاضرة التي تحتاج أن تقوم بحلها بيدك، وسأقوم في المحاضرة القادمة بإعطاء مثال آخر على نيوتنز. فإلى هنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.